الناس الحقيقة وأنا منهم عشان أكون واضح معاك، ساعدوا بتصريحك عن حسام عاشور. كلمت حسام عاشور ابن من أبناء النادي وكلام كتير وكلام حلو يعني، وحست أنه قد تكون بداية صفحة جديدة. أنا بتكلم على حسام بالتحديد عشان ما أفرعش مع الناس في قصص تانية يعني. هل بالفعل النادي الأهلي بقيمته باسمه بتاريخه بي 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 حد عنده من ولاده أخطأ وخلاص، موضوع الراجل طلع اتكلم بدل المرة 10 مرات يعني، هل هناك نية انه يبقى فتح صفحة جديدة، نوع من أنواع التسامح يعني؟ بص يا كابتن، يعني حسام عاشور طبعا من اللعيبة اللي ليها بصمة في تاريخ النادي الأهلي، وراجل كابتن النادي الأهلي، من أكتر الناس اللي يعني شهدت بطولات مانويل جوزيه في العصر الذهبي الحلو بتاع مانويل جوزيه. هو أخطأ طبعا، لكن أنا الحقيقة ما اتكلمتش مع كابتن خطيب. أما اتسألت في برنامج من البرامج يعني مع كابتن سيف زاهر، فقلت يعني حسام عاشور من الناس اللي انا شخصيا طول عمري بحبها يعني كلنا، لكن اخطا وخطا كبير، وبالتالي هو لازم يخش الباب من 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 او يخش يخش البيت من البيت بابه، من بابه يعني، ويخش ويقعد مع رئيس النادي. هو رئيس جميل. هو رب البيت. نعم. ويقول له انا اخطات وعملت كده. وانا متخيل ان يعني حسام تاريخه طبعا يشفع له ان هو ممكن الكابتن خطيب يفكر ان هو، لكن هو كغلط وغلط غلطه كبيره، ما احنا ما وما اختلفناش. كانتش نعم. وكان في توقيت تموديه. هو التوقيت بالظبط. هو التوقيت، لكن جميل انك بتؤكد مره اخرى انه بص كابتن كابتن النادي. خطيب ده بجد، لا كابتن خطيب طيب، خلي بالك بص يا يعني. بص يا شوبير، انا مهما نعم. كلمت عن كابتن خطيب مش هدي له حق، لكن عايز اقول ان كابتن خطيب اسمه بس مصد حاجات كتير. نعم. لو لولا وجود، مع احترامي مع حفظ الالقاب، محمود الخطيب على راس منظومه النادي الاهلي، النادي الاهلي ده كان ممكن يحصل فيه حاجات كتير قوي. اتفق وجوده معك. نعم. بشعبيته باسمه، عارف الحق بنزاهته بنظافته بانتمائه بالظبط بحاجات بشغله كتيره يا جدا. كابتن. انا ما شفتش حاجه كده. نعم. ما شفتش حاجه، ما صحيح. شفتش طفره انشائيه. هو بنفسه بينزل يشوف. النهارده القرش اللي بيتصرف بيكلمني، تعالى يا ابني وريني كذا 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 كذا. يعني كل حاجه النهارده بيبقى، كل والحياه صغيره وكبيره بيبص عليها. لان برضو خلي بالك، اللي صنع اسم محمود الخطيب هو جمهوره. طبعا. ومحمود الخطيب طول عمره لازم يبقى نمره واحد. ايوه. وبالتالي وجوده كرئيس النادي الاهلي لازم النادي الاهلي في عهده يبقى نمره واحد.